بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هناخد اخوانا الدرس النهارده ان شاء الله متابعة للدرسين السابقين، ولسه بنتكلم عن الدوال بانواعها. وكذلك اتكلمنا الدرس اللي فات عن الدالة اللي تأخذ متغيرات. طيب تعالى ناخد النهارده، هي نفس الدالة اللي بتاخد متغيرات، بس هناخد شيء بسيط. لو احنا يا اخوانا تعالى نشيل دول، خلاص مش محتاجينهم، هنعرف مباشره. هقول له ديم نم واحد بيساوي خمسة، او اسف از بايت بيساوي خمسة، وكذلك هو نم اتنين بيساوي مثلا 13. تمام. لو انا جيت هنا طبعت نمبر واحد، بعده عايز اقول له هنا نمبر واحد وهنا نمبر تو كده، انا عملت ايه من الاخر؟ طريقة سير البرنامج، البرنامج بيفتح على المين هنا في الصب مين، يعرف ده في الذاكرة نوعه بايت قيمته خمسة اسمه نمبر واحد، هنا نمبر اتنين نوعه بايت قيمته 13، يندى على الدالة دي وياخد المتغيرين دول وهو رايح ياخدهم في ايده كده وهو ايه رايح، ياخد النمبر واحد اللي قيمته خمسة، ياخد النمبر اتنين اللي هو قيمته 13، ياخدهم للدالة دي ويقول له لو سمحت اتفضل انا معايا رقمين خمسة و13، الاكس تقول انا هاخد الخمسة والواي تقول انا هاخد ال 13، يقوم الاتنين يدخلوا يلاقوا واحد بيقول لهم طب لو سمحتوا اطرح لي، خلينا هنا نجمع، انا عايز المجموع بتاعكم خمسة و13 اللي هو 18، وعايز اطلعه في رسالة عن طريق الدالة دي. في مشكلة الى الوقتي؟ مفيش مشكلة. طيب لو جيت انا بعد الدالة دي قلت له كونسول دوت رايت لاين اطبع لي انا عايز قيمة النمبر واحد، او عايز اقول له هنا نمبر واحد، عايز اقول له هنا نمبر وان، او خليها بين، انا عايزها بين سترينج كده نص عشان يظهر نص زي ما هو زي ما اتفقنا قبل كده اهو، يساوي زائد نمبر 1. تمام. ونفس الفكره نمبر 2 بيساوي نمبر 2. تعال نشوف الداله بتاعتنا كنترول اف 5 اهو، نفس هيحصل نفس الخطا طبعا عشان انا مختار هنا علامه الزائد. طيب تعال نستخدم هنا دوت تو سترينج كده عشان احوله من رقم بايت الى سترينج، بعد رقم بقول له دوت تو سترينج كنترول اف 5. لاحظ هنا قال لك في تلقائي في هو في الاول عمل ايه؟ دخل هنا عرف 5 عرف 13 راح الداله اللي هي سب نمبر دي. تمام. جه هنا طبع مجموع الاثنين اللي هو 5 و13 اللي هو ايه؟ هنا 18. بعد ما خلص هنا قال لك نمبر واحد بيساوي قيمته، قيمة نمبر واحد اللي هي 5 مفيش مشكلة، وطبع قيمة نمبر واحد، اسف نمبر 2 المفروض هنا نمبر 2، طبع قيمة نمبر 2 اللي هي 13. تمام؟ جميل. طيب انت بتطبع نمبر واحد ونمبر 2 ليه؟ هقول لك انا ليه. وانت بتباص المتغير هنا في عندك اكتر من اختيار، ايه هما اللي اكتر من اختيار؟ في حاجة ديفولت او افتراضي او تلقائي بتتعمل من غير ما تعملها، وهي حاجة اسمها باي ريفرنس وباي فاليو. دي على فكرة مهمة جدا يا اخوان. ايه هي؟ هو الديفولت بتاعك حاجة اسمها باي فاليو، الديفولت او الافتراضي، يعني لو انت ما كتبتش شيء هنا بتاخد نوع باي فاليو. طب انا مش فاهم يعني ايه باي فاليو باي ريفرنس. ببساطه لما تعالى ده، لما تيجي تعرف قيمه، تعالى كده
اهو هنا القيمة دي دي اسمها value، ده اسمه reference. يبقى خلي بالك وانت بعرف متغير ده اسمه reference. تمام يا اخوانا؟ يبقى ده الريفرنس وده الفاليو. طيب هنا لما انت تباصي الشكل ده هنا كده ايه اللي بيحصل؟ هل انت بتديله القيمة؟ هل انت بتدي لده القيمة ولا بتدي الفاليو؟ الافتراضي خلي بالك الافتراضي ان انت بتدي القيمة، يبقى ده الديفولت، ده ان انت بتقول لو سمحت نم واحد اللي هو تلقائي بتدخل الخمسة، يبقى تلقائي الاكس. فاكر لما كنت اقولك الاكس بيساوي نمبر واحد زي ما قلت لك هو معناها كده، هو ده مش المعنى صح قوي، لا ده هي الاكس، الاكس بياخد قيمة النمبر واحد اللي هي خمسة، يعني تلقائي كأنك بالظبط بتقول له الاكس بتساوي خمسة. تمام؟ جميل؟ جميل قوي. يبقى هنا انت كأنك استخدمت، بمعنى عايزين نفهم الموضوع ده اكتر شوية. تعالى نفهم الموضوع اكتر شوية. لو انا جيت هنا سيبك من دي بقى خلاص، هقول له كونسول، اقول له هنا الاكس بيساوي الاكس القديمة زائد 3، في مشكلة في كده؟ لا. واقول له كونسول كونسول دوت رايت لاين، اطبع له قيمة الاكس، اطبع له قيمة الايه؟ الاكس. تعال ننفذ، قال لك هنا اهو 8 اللي هو مجموع ايه؟ الاكس، الاكس اللي هو ايه دلوقتي؟ تمام؟ الاكس اللي هو ياخد نمبر واحد خمسة، خمسة الاكس اللي الاكس بتساوي الاكس القديمة اللي هي دخلت خمسة وتلاتة تمانية، وقال لك نمبر واحد بيساوي خمسة ونمبر تلاتة بيساوي ايه؟ 13. يعني معنى كده لو انا غيرت الاكس هنا ما غيرتش نمبر ايه؟ قيمة نمبر واحد زي ما هي خمسة. ليه؟ علشان انا لما جيت بصيت له بصيت له القيمه، بصيت له ايه يا اخوانا؟ القيمه. يعني لما بستخدم طريقه دي، الطريقه دي اسمها ايه؟ باي فاليو. انت بتبصي له الريفرنس، اسف، بتبصي له البارامتر بالفاليو. تمام يا اخوانا؟ انت كده بتبصي له البارامتر ايه؟ بالفاليو، بقيمته. كانك بالظبط هنا بتقول له معناها دي الصريح بقى الاكس بتساوي قيمه النمبر واحد خمسه، اسف خمسة بس، كأنك بتقول له قيمة الاكس بيساوي خمسة. دي ممكن نستخدمها فين؟ هنا قبل الاكس هنا بتقول له اهو لاحظ باي، لاحظ هنا باي ريفرنس، دي مش هي دي، احنا عايزين باي فاليو. لاحظ لما تفعل باي فاليو شوف ال السمري بتاعها او الملخص، بقول لك سبيسيفيز ذات ان ارجيومنت، الارجيومنت بتاعك تمام از باست ان ساتش واي ذات ذا كولد بروسيجر اور بروبيريتي، ممكن طبعا البروبيريتي او البروسيجر كان نوت اتشينج، مش هيغير، تعال ناخدها تاني، اتشينج ذا اندرلاينج فاليو اوف ذا ارجيومنت ان ذا كولد كود، ان ذا ايه؟ كولينج كود. بمعنى انت هنا قلت له الباي فاليو، باي فاليو اكس از بايت، هو الديفولت اصلا لو انت ما كتبتش هي تبصق قيمه، لو اي تغيير تم على الاكس اللي هي واخده قيمه ايه؟ النمبر واحد. ما هو انت لما جيت ناديت على الداله حطيت الاولاني ايه؟ البارامتر الاول اللي هو قبل اول كومه اهو، اقف هنا كده اهو، لاحظ الهنت اللي ظهرت تحت، طبعا ما ينفعش اشر عليها بالماوس اهو، قال لك بابليك سب اسم الدالة sum to numbers الx as number as by، هنا النمبر واحد حطيتها بدل x، لو انت غيرت قيمة الx مش هغير قيمة الايه؟ النمبر واحد. ليه؟ لان انت بتبصيله القيمة،
يبقى هنا هنقول له هنا يا اخوانا اهو باي فاليو اللي اسمها باي فال بيساوي معناها اكس بيساوي 5. طيب لو انا خليت الواي او خليت الاكس خلينا في الاكس باي ريفرنس، لا انت كده بقى بتبصي له يعني في الاول في الباي فاليو انت بتبصي له دي مكان الايه الاكس هنا كده، مهما اي تغيير هيدخل مش هيعمل، لكن في الباي ريفرنس لا انت بتدي المرجع ذات نفسه النمبر واحد هي اللي داخله في الاكس. تعال نشوف التغيير بقى هنا اهو في الباي باي ريفرنس المرجع ذات نفسه كانك بتقول له الاكس بيساوي نمبر 1. تمام يا اخوانا؟ تعال نشوف اهو انا قلت له هنا باي ريفرنس، لاحظ ايه اللي حصل، ده القديم وده الجديد. تعال نقارن بين القديم والجديد اهو. نمبر واحد في الباي ريفرنس القديم 5 اهو اتعرفت 5، جاء تحت هنا قلت له ده القديم لان ما كنتش قفلته، يعني القديم جاب منين ما كنتش قفلته، بقى هو كان الاول باي فاليو انا بصيت له القيمه اللي هي 5 غير قال لي اكس بيساوي اكس زائد 3، في مشكله في كده؟ هتفضل طول عمرها 5 ليه؟ لان ما غيرتش فيها مباشره، ما قلتلوش نمبر واحد بيساوي كذا. طيب ده الجديد نقفل ده، تعالى الجديد بقى لاحظ النمبر واحد بقى بيساوي كام؟ 8. ال 8 دي مجموع ال 5 زائد 3. تمام؟ ال 5 زائد 3 تمام؟ بقت 8، ثم خرج من الداله وقال لي النمبر واحد بيساوي قيمه النمبر واحد. تمام؟ قيمه الايه؟ النمبر واحد اللي هي تلقائي الجديده بقت كام؟ ها؟ بقت 5. بقت كام يا اخوانا؟ اسف بقت 8 اللي هو جمع. تمام؟ يعني الباي فاليو بيدخل ما بيأثرش على القيمه اللي داخله. يفضل المتغير زي ما هو، لكن الباي ريفرنس لا بيأثر عليه هنا، بيأثر عليه خلاص، أثر عليه في الذاكره اصلا. في الميموري. أثر عليه فين؟ في الميموري يا اخوانا. جميل؟ جميل. تعال نجرب ده باي ريفرنس وهنا باي فاليو. أو ما اكتبش حاجه اصلا. ما اكتبش حاجه. ما اكتبش يا اخوانا ايه؟ ما اكتبش أي حاجه خالص. ما كتبتش هو تلقائي يعني باي فاليو تمام؟ كأنك ما تكتبش حاجه كده، هو هو الاثنين بيساوي بعض الديفولت. طيب تعالى نخلي الواي اهو الواي قيمه الواي بيساوي قيمه الواي القديمه زائد 10. خلي بالك ده داخل بقيمته لكن ده داخل بالريفرنس بتاعه اصلا. تمام؟ احنا عايزين ما نطبعش حاجه خالص، انا مش عايز اطبع حاجه، هي الداله دي ما بتطبعش حاجه. خلاص انا في الاخر عايز اطبع الاثنين اهو، لاحظ ده ب 8 ده اتغير ب 8، هو دخل 5 رجع لي بكام؟ ب 8 لانه زاد في الايه؟ في السكه 3، واحد في الطريق كده اداله ايه؟ 3 3 جنيه، هو دخل ب 5 جنيه رايح ب 5 جنيه رجع لي ايه؟ او طبع القيمه 3 لان اثر فيه، لكن ده نم 2 ما فيش حد بيأثر فيه ثابت على مبادئه. ازاي؟ لان هو رايح بايه؟ بالقيمه بتاعته مش رايح بايه؟ بالريفرنس، رايح بالقيمه. هو دخل ب 13 زاد هنا 10 المفروض يكون 23 بعد ما خلص، خلص هنا جه في السطر اللي بعده نمبر واحد جه يزيد قال لك اه انا هزيد، لا انا واحد ادالي 3. تمام يا ابني؟ ما انت كنت داخل ايه؟ قال لك انا داخل بالباي ريفرنس، لكن ده قال لك لا. تمام؟ انا اخدت 10 لكن كنت داخل بالفاليو بتاعتي فتلقائي افضل 13. لو احنا غيرنا قفلنا ده، لو احنا غيرنا هنا قلنا باي ريفرنس تمام كنترول اف 5 هيبقى 8 و23، لاحظ اتغيرت. وصلت يا اخوانا؟ يبقى ده درس النهارده، الفرق بين باي ريفرنس وباي فاليو. الديفولت لو انت ما كتبتش حاجه باي فاليو، لو انت كتبت هيبقى ايه؟ باي ايه فاليو. ان شاء الله ناخد درس القادم الاوبشنال الاختياري، لكن درس النهارده عرفت لما اخد سواء كانت فانكشن او كانت سب هي الباي ريفرنس هي الباي ايه فاليو. الباي فاليو زي ما قلنا القيمه اللي هتدخل مهما ياثر مهما تعمل يفضل المتغير ذات نفسه النمبر واحد ما يتاثرش، لكن لو انت قلت له باي ريفرنس اللي هو باي ريف تمام
يبقى تلقائي النمبر واحد اي تغيير هنا يتم هنا يتغير على النمبر واحد. اتفقنا يا اخوانا؟ السلام عليكم ورحمة الله.